مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك. طبعا يعني ضجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرية تعرض صيدا للاعتداء على شاطئ صيدا. طبعا يعني ردود فعل مستنكرة لما حدث، وايضا يعني بعض الاشخاص كان هناك ردود فعل مؤيدة انه والله صيدا هي مدينة محافظة ولا يجوز ان يكون هناك اي شخص ينزل بثياب المايو على البحر. نحن متواجدين مباشرة مع السيدة مدام ميساء. اهلا وسهلا فيك اول شيء. بداية مشكور. اهلا وسهلا. بداية وضحي لنا شو اللي صار. اللي صار انه انا نزلت على شاطئ صيدا الشعبي مش لاول مره بحياتي، لي 5 سنين انا وزوجي، بهدول الشهرين من السنه نحن بننزل على شاطئ صيدا الشعبي. لسبب واحد، طبعا نحن فينا نروح وين ما بدنا، بس هيدي مدينتنا وهذا شطنا وهذا حقنا، سو نحن بنحب بس نمارس حقوقنا وحريتنا. ونحن هيدا كانت اول مره بعد 5 سنين بنتعرض لهيدا الشيء اللي تعرضنا له، عن جد ما بعرف شو بدي اسميه. قاعدين مثل عادي، انا طبعا اكيد قاعده على البحر لابسه مايو ان بياس بكل صدق، يعني مش قاعده على البحر شارحه ولا عامله شيء، انا قاعده لابسه مايو قاعده على شط، على الشط عم بقرا كتابي كمان. زوجي نايم حدي، بيجوا علينا شخصين ومعهم بودي جارد، فبقولوا لزوجي بدي احكي، بدنا نحكي معك، اصروا تقام حكي معهم. وطبعا بلشوا بخبريه انه ممنوع، ما في يكون، ما بعرف شو بيمنعون. زوجي كان عم سألهم انه ليش، شو الممنوع، يعني وين القانون، مين، شو الشيء اللي بيمنعنا احنا ننزل لهون؟ هيدا نحن عم نمارس حريتنا والشاطئ للجميع، حدا يجي يقول انه الشاطئ مش للجميع. طبعا ما عجبهم الكلام، كان كلامهم كان اخذوا رد مش لطيف ابدا ولا شوي. مهم لما حسوا، لما استمعوا وشافوا نحن ما بدنا نفل، هددونا معكم 10 دقائق تفلوا، واذا ما فليتوا بشوف شو بصير. فانه هون انت شو بده يصير، يعني بعد 10 دقائق شو بتفكر؟ يعني انا ما كثير، انه خلص انه نطرت لشوف شو بده يصير. اجوا بعد 10 دقائق اكثر من 15 شخص تحوكموا حوالينا مثل دائره، وبلشوا انه هن عم يلعبوا بالطابه بس نحن اللي بالنص، والطابه من بيناتنا عم تمروا. اول خبطه براسي بدينتي قطعت، فتلوا برموا، كان اجى حدا من اصحابي اخذهم بعدوا عننا شوي، رجعوا نزلوا مره ثانيه كفوا اللعب، قلين المي البلاستيك الوسخة اللي معبيه رمل، ضربة منهم اجت على ظهر جوزي. بإجرين صاروا يرشقونا زي كأنك عم طلبوا حدا، فعم بيلبطوا كانوا هن بالرمل بوجنا، جربوا يشدوا لك راضي وما عدن هن، يعني عم بيرشقوا كلام ما بيقطع، مش كلام طبيعي يعني، ولا ميول بني ادمين طبيعيين، وبدون يشدوا لك راضي لنفل. ونحن طبعا كنا بعدنا مش فلين ومصرين. كان في شاب قاعد على جنبنا عم بسمعه كان عم بيقول لهم انه مش هيك ومش باسم الدين بتعملوا هالشي، ما حدا بيعمل اللي انتم عم تعملوه اليوم. اليوم اذا حدا عم بيعمل دعوه ولا عم ينشر شيء منيح ما بيعملوا بهالطريقه العاطله، وهذا الشيء اللي هن كانوا عم بيقولوا لنا، احنا دعوه ونحن تبعوا جماعه النهي عن المنكر والامر بالمعروف وهدول التفاصيل. طبعا الشباب اللي هن على كلمه الشيخ هيك قالنا، هو القرطة اللي كان عم بالملمومين حوالينا على كلمة انه هيك الشيخ قالنا. لما ما ردوا على هيدا الشاب اللي كان عم يحكي معهم اجى لعنا، وقف قعد حدنا شوي صغير وحكينا، وقال له زوجي انا نحن كرمالك وكرمال اخلاقك وطريقتك نحن حنفل، وفلينا خلصت منيح. طيب شو اللي صار مع الشيخ؟ يعني هن كانوا شيخين؟ هن شيخين وكانوا عم يترشقوا الكلام كل واحد والتاني، بس في واحد منهم كان هو اللي عم هو اللي كان بشع بكلامه اكثر من الاخر. هيدا الحياة، يعني يقال انه رجمته بالحجارة؟ لا 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 لا، نحن على الرمل، ما في رمل. طيب رمل. هيدا الحادثة انت كيف بتحطيه، ضمن اي خانة؟ لا يصنف. هيدا موقف لا يصنف. انا اليوم ما مصدق شو صار، عن جد صار معنا هيك، لانه وين عايشين؟ بعرف انه نحن عايشين يعني مش على كوكب طبيعي بلبنان وبالصيدة خاصة يعني، بس انه بس اخر شيء كنا متصوره انه هيك يصير، كنا بنتوقع ينزل يقولوا لنا ممنوع تنزلوا وهيدا عرف، وهن حاطينه للعرف وهن بيحكموا ونازلين ما خايفانين من حدا، لا خايفانين من بلديه ولا خايفانين من قوى امن ولا خايفانين من نواب ولا خايفانين من دوله، ما قارين حدا، ما قارين حدا. انا طبعا عملت تليفون للمؤسسه اللي انا بوثق باشخاصها صراحه يعني، بس انه ما كان، يعني شو بدهم يعملوا؟ ما كان في رد. لا شو بدهم يعملوا؟ طب اليوم هيدا الشيء بخليك معك تنزل؟ طبعا 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 طبعا، حاربت كرمال المدينه وكرمال حقوقي وكرمال حقوق الجميع كثير سنين، انت بتعرف كثير منيح، بس انا خلص انا ما بقى بدي حارب كرمال شيء. وليش انا بدي حارب لاخذ حقي؟
ليش انا بدي احارب كرمال حريتي؟ طول ما انا ما عم باخذش، انا ما عم بقرب عليك اليوم. معلش اليوم نحن ما قلنا، اليوم انا ماني موجوده لا لهجم رجل دين كان هو ام غيره، ولا الراي الاخر اللي هو بيشوف. يمكن ما حدا بقول غلط ولا صح، غلط عندي صح عندك والغلط عندك صح عندي. انا اليوم ما بقول هيك، بس انا اليوم يمكن انا كبني ادم او اي حدا غيري، اي مخلوقه، اي انسان تاني، اذا شافت حدا لابس حجاب تنزل بالماء تنزعج، بس انا ما بروح بحكيها. ما نحن بنكون على الشط، ما ثلاث ارباع كل الستات الموجودين بكونوا محجبين، ولا مره حدا تعرض لي بكلمه ولا انا تعرضت لحدا. ما هيدا احترام احترام لذاتي ولخصوصيتي ولخصوصيه الاخر، هيدا احترام الاخر وتقبله. انا اليوم كيف بدي افتحها للمدينه واقول انا بتقبل الاخر؟ في شباب بتحب تخبرينا؟ ثانك يو. أنا بتشكر عليك. يعني فإذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال استمعنا إلى يعني رد السيدة ميساء بما خاص يعني ما حدث معهم بالأمس، يعني أكدت أنه ما كان في رجم بالحجارة ولكن هناك قذف بعبوات البلاستيك اللي فيها رمل وأيضا قذف بالرمل على عليهم. ولكن يعني نحن تواصلنا مع الشيخ علو ولاستضاح ما حصل، نفى أنه يكون في تعرض وقال أنه نحن أمنا بدورنا أنه نحن بلغنا انه هذا المشهد غير متعارف عليه بمنية السيدة وطلبنا منهم الرحيل ولكن هن رفضوا. وطالب انه اذا في نحن كاعلام عنا اي استضاحة حول هذا الموضوع نراجع دار الفتوى بهذا الخصوص. فاذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، فاذا يعني لا زالت هذه القصه تتفاعل في مدينه صيدا مثل ما ذكرنا، هناك اراء مؤيده واراء طبعا معارضه، ولكن يعني بانتظار هل سيكون هناك من تحرك رسمي او تحرك لنواب المدينه او تحرك للقضاء في هذا الامر. كنا معكم بهذا البث المباشر، كان معكم محمد زنتي يوسف فواز صوت بيروت انترناشونال.